تياكم الناس الفضل تقول امير حودكم 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 تقول امير حودكم تياكم الناس الفضل تقول امير حودكم تياكم الناس الفضل قول امير حودكم ليلكم انا اسلف ظل تسقون 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 امير حودكم ليلكم انا اسلف ظل عامين هذه كنت مريض، جاءني مرض اللي فرض عليا ما ندورش الدور كله مع الطريق ديالو المتاعب ديالو السهر ديالو والاكل، انني عامل ريجيم كما تيقولوا ما خصنيش ناكل الماكله كلها. هذا هو السبب ديال باش ولدي دابا كيدور مع الدور. نصح الحق بن احمد نصح مقدم في فطر كراكه. ملي كنت صغير انا كنشعر هذاك الشيء باقي يعني. هنا وانا ديك الساعه كيقول لك انا راه ولد المقدم الصغير هذا، راه انت اللي غادي ان شاء الله من هنا لقدام، راه انت اللي غادي تقبع العوده، راه انت اللي خصك هذا، خصك تعرف هذا الشيء ديال كراكه وخصك انت هذا الشيء ديال كراكه. سيدنا عيسى ملي داروا فيه القوم ديالو بيصلبوه، هذه قصه معروفه في القران، في بيصلبوه هذوك الناس هربوا، خرجوا منهم ربعه المغرب، هربوا في سفن البحر امج واريد وارت وعلقامه، اللي خرجوا استقروا في هذا الساحل هنايا ديال قرمود، بقاو هنا عايشين هنايا. سيدنا عيسى بشرهم في الحياة ديالو قبل ما يرفعوا الله إليه، بشرهم بالنزول ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذوك الناس بقاو ملي جاو هنا بقاو متشبتين بالديانة ديال المسيح، تكونوا منهم هذوك السبعة، سيدي عثمان، سيدي بوكر، سيدي صالح، سيدي عبد الله بن صالح، سيدي عيسى أبو خابية، سيدي يعلى بن وارتين، سيدي سعيد الصابر. ملي تبعت سيدنا محمد مشاو عنده، ساق الخبر ليه مشاو عنده، مشاو بيعوه، وملي كانوا غادين تيقولوا تيهللوا لا اله الا الله محمد رسول الله، سمعتهم فاطمه بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قالت لي با، قال لها قالت لي دخلت عنده قالت لي با شي ناس كيرجرجوا، قال لها سميتيهم يا فاطمة هذوك الرجراجة.
غترجعوا للبلاد ديالكم، غادي تبلغوهم الدين الجديد ديال الاسلام. اللهم امين كندور لا يلا جيت اول مره كندور ترزق الله هل هل هل
تناخذوه على قبل باش كنديروه بالسطان ديالنا باش يعطينا تيجي برزق. وخاصني ضروري نحضر، انا غير جيت من هنا خطفت طيت سلسفيكا لهذا ما قلتلهمش، قلت لهم انا مالاد مريضه هذاك الشيء علاش جيتي على قبل كراع. البركة راه هذه القراقة هذه وكل واحد جنب بلاد وكل واحد عمل معه أمور هنا عمل العام العام كي 60 مليون الشوارع أجل أنا والله لا بجوا حاد عطيت تجنين البركة راه القراقة هذه هنا الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا ما ديروا سلطه ولا بغينا هنا عاود نحلوا لا لا تحت ايش بدير اللي هو لهنا على الخشب على الخشب بدا هنا فوقصات اوقف وي معلومه شديها واقعد شديها سامي واش زاد لا باقي اكما ميلون اش بركه يلا بركه ماشي ديالنا حنا حنا عباد ديال الله حنا نصوم حنا ما حنا الا بشر عباد الله سبحانه وتعالى والله اللي يحب الله كيعطيه واحد البركه ديالو الناس تيجيو كنطلبوا الله حنايا كنفرقوش البركه شي حاجه عندنا كنعطوها جبدوها ليهم ولا كاينه ما كتبانش البركه داكشي امر ديال الله المحبين دابا تيجيو عندنا للدور المحبين ديالنا في الله اللي مريض كاين المرضى كاين اللي باغي الناس اللي ما تيولدوش كاين اللي تيبغي الخدمة كاين اللي مخدامش كيجي عند الكراكة كيطلبو الله يستدعي الله الناس هادو بوحديتهم سبحان الله العظيم كنت في 96 كان وقع لي واحد لو شوك جاني بحال شك شكيت فيهم شكيت بان هاد الناس هادو كنقول كنت قرات واحد الكتاب وكنقول هاد الناس هادو يمكن هي هاد الشيء وقع لي واحد الشوك في حياتي تقلبات لي جاتني واحد المهم ما عرفتش شنو جاني ابخي ملي عاود بحال تصالحت معاهم نفسيا رجعت لي حياتي مزيان
هما ما فيهم الشك، اللي شك فيهم يخاف، واللي جاب شي نيه ماشي هي هذيك ياكلها. لو بليز امبورطون، الاهم من هذا الشيء كامل، ان الناس فيهم الكرامه، ما تيتسناوكش تعطيهم فلوس، هما تيعطوني انا الفلوس، هما تيجي عندي انايا فاش نجي ندعي معاهم، تيعطوني هما الفلوس ديالهم. الله يشافيكم ويعافيكم. والله الله يرحم الوالده. فتح الواحد الوالده الله يرحمها ويوسع عليها. اياه وانت الله يرحمها، الله يجدد عليها الرحمه، الله يرحمها ويوسع عليها، الله يغفر لها هذيك الله، ما يجعلها من قبر القصور، الله يجعلها منها الجنه، الله يتغمدها في رحمه الله، الله يرحم مسافرها، الله يجعل رداتها وراكم بزاف، الله يرزقك شي تريكه اللي ترحم عليك، الله يرزقك شي تريكه اللي ترحم عليك. والله بلاتي الا بلاتي تد البر اتعودوا تقول ما دينات، اللهم لك الحمد، راه اللي جاك ثاني ما كاينش، دا عمرنا ما جينا عيط عليه. عليكم وعليكم حر ياك ان شاء الله، مرحبا بك نحرق راجل يا رب، ما هيش بي وجهي زيد اخي زيد، خير جاي خير جاي خير جاي، ها النية عندك فايدة بسم الله. وي اذا كان بعيد الانسان بعيد في قاره اخرى مثلا في امريكا اوروبا او بعيد كيقول لك دير لي الفاتحه في التليفون، كيقول لك دير لي الفاتحه، ما عنديش وقت باش نجي ولا خدام ولا كذا، كندير الدعاء عليه، ولكن الا جا احسن انه نجي احسن، الناس هما يتشوفوا مع بعضهم بعض، تباشروا صله الرحم، دوك الخطوات دوك القدام اللي تيجي لهم الانسان مزيان فيهم الخير. الجمع مبني على دعاء الخير، حتى هذاك اللي يجي عندنا حتى حنا نطلبوا منه يدعي معنا، هو وسيله بركه. هنا كيجيو عندي النصارى دابا كنديروا لهم الدعاء، دي كاثوليك دي دوما كنديروا الدعاء، كيديروا لهم هكا كنديروا لهم الدعاء. هنا واحد الانسان دنماركي كان صديق ديالنا، كنديروا حنا الدعاء دائما، بقينا معاه سميتو بقى تسلم دخل الاسلام المعامله. ما سلامتك، عليكم السلام ورحمه الله، كيداير صاحبي بخير؟ ما عرفتش اخويا واقع في الطوموبيل ولا شحال، بخير صاحبي بارك الله، الدار بخير، العائله بخير، شي هاني الامن بخير هانيا الحمد لله استاذ، الله يبارك فيك، اش اللي كانوا وجدوا هي؟ الله يبارك الله فيك صاحبي، شكرا، الله يحفظك استاذ، إيوا ما تجيش عندنا؟ والله يسهل الأمر، الله ينحي المصير، الله يغلبكم على هذوك العديان، الله يشتت شملهم، الله يتلف وريهم أسين، الله ينفيه من تما، مشي لشي خلا، مشي فين يخدم مزيان في شي ترانشي ولا في شي حاجة. ايوا جات ما دابا غادي دابا يمشي يمشي بلا رجعه، دونك شي بغينا ان شاء الله استاذ. مرة التليفون كنا دي سيتان دولا بوليس كيلكان كي اكزاجيري سير لوي او باو لوي كومني، il m'a dit il faut qu'il quitte son travail. طلب ل دوموند ا ديو كي نو ليس ترانكيل كي فا ا نوتر بوست. جي لو دي كو سي فا بارتي ان شاء الله. الله يسريها الله يحتشم تجيه الله يتمر رجاها الله يفرحها بجاه مولانا آمين الحمد لله رب العالمين الله يسريها الله يسريها الله يعطيها شي جمال زين شوف تجيه بغيتو شهر 8 تفرح بجاه مولانا آمين.
الحمد لله رب العالمين. الله يسري حضرت سيد الله، الله يبلغ زيارتك، الله يسري الغرض ديالك خدا مضمونة، الله يدي غرضك. آمين الحمد لله رب العالمين. هاك انت بركة ديال الركراكة ما كيعلم بها إلا الله سبحانه، عندهم واحد البركة ما كنتصورش كيفاش البركة ديالهم، وأنا جربتها وعاود جربتها وعاود جربتها. تسليم أنا مكتفة ليهم، أنا اضطربت رجليهم، البركة ديالهم السر ديالهم ظاهر، سرهم ظاهر. علاش ما طلبتيهم؟ علاش ما جيتي لعندهم بقلبك وبنيتك؟ الحاجة كيقضيها الله، كتقضى من عند الله. كيجي كيوصل هذا الوقت كنتهول، كنخلي رزقي، كنخلي ولادي، كنخلي البيع والشراء ديالي، كنخلي كل شيء نسمح فيه، وكنجي ما كنعقلش على راسي حتى كنلقى راسي وسط منهم. والتسليم عاش محمد السادس، يا المغرب، يا المغرب، يا المغرب، يا المغرب، يا المغرب. راه هي خطنا كراتية وتضربها النفس وتجي من فرنسا وتتبون الركراكة وبينها محفوظة مضمونة. ها وفتح لالة خديجة وبينها محفوظة مضمونة. الله ولا يدياكو على بال اخويان، ويا الخير بقى الخير، الخير بالخير والخير بالله. راه قانع شبهه ومن شبهه من الله. وبغيتي عم تمشي مني تحديجه مشي مال عند عروسي، عند عروسي هذا راه كيدخلوا لينا بلاص كاع بلا صداع بلا والو. اسمع هذه راه كوح على بال خبيزه عطاه الله، وهاد الخبيزه عطاه الله راه بها عايش الوليدات. ورد بالك اشتي محمد زين لعنده. مشكل بور على حساب الاخرين، كاين مشكل اللي بغى يمشي يركب في الحديد، ولكن العاده الخيمه الطايفه والخيمه خصهم يمشيو على الجمل العودات ماشي على النهاية، لانه كاين ناس في الطبقه اللي ما فيهمش الحديد كنترقوهم كيتسنونا كنزوروهم يزورونا. العاده قال العاده هي هي، واخا تولي الكوبتير كاع انا يعطيني الكوبتير قولي ركب فيها هاك ديالك خذها ما ركبش. انا العوده ديال الكراك انا ماشي من انا خديم ديالهم، انا خدام وحيت انا اللي مقابل العوده، انا اللي نقلع نوكل العوده نغسل ليها نقودها نعس على الشغل هكا انا فاكتاج. الا ما جيتيش قلتي العوده مشيتي مع العوده وقال هذاك ما تتبقاش لورمانو تتقول ما خاصني نمشي للدور، لا بدا نمشي للدور، ما تتعرفش راسك امتى تجي للدور، دائما تجي للدور ديري فين ما كنتي، كنت كازا كنت تنجي من كازا نجي للدور ماشي مع العوده للدور، تيتلحق للدور خاصني نجي تيدخل من تحت منها تيجيب لي الله تيسير البنات اللي ما مزوجين سي يديروا هذيك القاعده لقيناهم تيديروها، احنا ما عارفين والو داك الشيء لقيناهم هما تيديروا. انا مول العوده قال لي داك الولد ديال العوده
قال لي راه مزيان دازي من تحت، قلت راه نخاف تمشي تركلني ولا شي حاجه، قال لي لا ما تخافيش هي دازي من تحت من لا. ملي كنت دازي من تحت من لا حسيت بشي حاجه ماشي طبيعيه. عودة حيوان كنركب عليها انا كنمشي عليها من مناطق. هذوك الناس اللي كيجيو يدخلو تحت منها ولا ياخذوا منها داك الشيء ديالها وداك الشيء والو، هذيك غير حيوان. الناس باقي حنا دابا كنصلحو في دوك المسائل، كنصلحو في داك الشيء اللي كان، لان الناس كانوا مساكن، كانوا الناس شويه الجهل. دابا كنحاولوا حنا ما يبوسوش على الحيوط السيد، ما يبوسوش على السيد، يجيو يترحموا على السيد ويطلبوا في ذاك المقام ديالو الدعاء، الله سبحانه وتعالى يستجب الدعاء. العوده تركبوا عليها ما دريناش باش داوي بنادم ولا دوز من تحت منها المراه وتولاد ولا ما داك الشيء ما كاينش. ماشي انا غادي نمشي ندوز مع خصني ندوز الشعبه، الا كان شي طريق خيابت عاد قطعت عاد كندور عليها نبدلها ونخرج البلاصه اللي غادي ونعلم هذوك الناس نسيب فيهم نقول لهم اودي اجي من هنا عندي شي قرار طريق خايبه او قطعت في الشتاء او شي حاجه. دابا في الدور ديالنا اللي كانوا وكلوا البهايم ديالنا على الكركوب كنحصدوا ليهم الشعير من ليتيرال من الفدان اللي لقيناه تنمشيو نحصدوا فيه بلا ما نقولوها المولى ولا انه كشي معروف عند الناس. وكتنزل البركه في داك الشعير اللي كيحصدوا من الكركا وكاين اللي كيجي يقول لنا جي سيدي ديروا لي البارو في الشعير ديالي، يعني حصدوا لي من الشعير ديالي.
تما ملي مات الوالد 16/1979 كنت انا في الدار البيضاء كنت ندير التجاره تما. ملي توفى الوالد جيت هنا جيت للزاويه جاو الناس ديالنا قالوا المقدم مات هالمقدم الدور كيكون شهر 3 شهرين تقريبا ركبت مشيت جاتني الامور عاديه بحال راني عايش في الدور 20 ولا 30 سنه. هذيك الساعه با مرض قال لي هذيك الساعه خصك تمشي دابا تمشي تكمل المسيره ديالي هنا في بلاصتي هنايا. صعيب بزاف اولا من الانسان من اول مره ما عرفش اش غادي يقول ما عرفش اش غادي يدير. الناس بقاو مساعدين تساعد الناس اصدقاء ديالنا تما بقاو من عند الطيفه كيوروني اش ندير اش ندير هكا ندير هكا بيناتهم بحال دابا بحال المعلم مع التلميذ ديالو بحال هكا دابا كتخصك اي حاجه قالها لك خصك تصنت لها خصك ديرها ما ديرش شي حاجه جبدها شي حاجه من دماغك ولا شي حاجه. هنا هو سابقك للدور هنا هو قديم هو في الدور هو داك السي اللي كان كيعلمني وهذا راه مات الله يرحمه مسكين السي علال. السي علال كان تقريبا عنده في الدور 50 عام وكيدور كان مع الوالد عندي ومعي انا عاود دابا دوز معايا 26 عام عارف الدور عارف الناس عارف كل بلاصه عارف الوقت الوقت ديالو ملي كنمشيو للبلاصه ملي كنوضو مش عارف هو اللي كان تيوري. ان شاء الله واحد النهار ان شاء الله يكون عندي الابن جانات انا ونوري كيفاش التقاليد ديالنا هكا والعاده من الابن للابن وغادي المسيره تال الزول من ولادنا لولادنا وغادي المسيره ما تقطعش ان شاء الله. البركة ديال الله صافي اللي كتعاون كلشي داك رقراقاني الله اللي كيعاونهم وداك الشيء. ما البحر دابا في تخرج انت تقول احنا نخرجوا على حساب نطلبوا رقراقة باش يجيب لك الله الرزق ولا كتطلب الله صافي كتكل على الله كتخرج للبحر ما كاين لا رقراقة ولا المهم التسليم داك الشيء. المهم الى بيتي هما كتلقاهم كتحتارمهم كتزور عندهم صافي. انا دابا 10 سنين هادي ولا 14 عام وانا كنبحر ما عمر شي حاجه وقعت ليا ما عمر شي حاجه ديما ما عمرني قعدت بان في البحر ما وشحال من واحد كاين دابا لي يلاه بحر هادي دابا شي 4 سنين ولا 5 سنين كيخرج ديما كيتشدوا الموبيطه كي لا يتقلبوا كاع يوقع يتقلبوا البحر لابد توقع شي حاجه مكتاب شوف الله يعلم واش مكتاب داكشي مكتاب المهم داكشي على المكاتب. Thank you.
هذاك الجمل لاش تنخدموه تيهز لينا هذا الشيء ديال الخيمه. الا ما كانش هو عندنا حنا الجبال ما عندناش الطرقان باش غادي نهزوا ولا ما خطاناش الجمل، حيت هذه من اول الزمن باقي ما كانش الحديد. هذيك عاده ديالنا لا نفرموها، حنا تنفتخروا بهذا الاثر، هذا الاثر عندنا قديم تنفتخروا به. تندقوا ليها الوتاد وتنبنيوها، حيت حيا كل هو اللي تنبنيو فيه الخيمه، ما تنقطعوهاش. كل هو اللي تنبنيو فيه ديك الخيمه يوميا، تنجمعوا يوميا تندقوا ليها الوتاد وتنديروا ليها العواد ديالها. وداك الشيء حنا متقون، حنا تنعرفوه. نقدم ديال الكراكا، شغل الكراكا الهدوء والسكون من والي الوالي السلطان. الكراكا سيدي واسمي هو هذا، هو هذا السلطان ديالهم، هو هذا نفع الله بركاته. التعارف ديال الكراكا كيتعارفوا من العام للعام، من العام للعام، فهاد 40 يوم كيتعارفوا تعارف. كينصروا الدين، نصروا الهدوء والسكون، وطلبوا الخيرات والبركات. هذيك المونه كتفرق عليها كل الزاويه بالقانون ديالها، باش ما يكون خصام، ما يكون شي تعادل، ما يكون عنف، يكون داك الشيء قانوني. اول الزاويه الاولى نعيط لرتنا انا، سمعتيني؟ ثانية نعيد التلمس، الثالثة نعيد الكرات، الرابعة في الزوايا نعيد
ايتبع الزيت وا هذا هو خطر هذا هو خطر هذا هو خطر بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله كاين كشي كتير ما يدرس مازال في الكراكه باش تزيد على الكراكه
خصك شحال تبقى شحال عاد توصل شي حوايج كريك باقي ما نعرفوش ما نقدرش نقولهم ليك تقدر تكتشفهم عند قرايب الشيخ سيبقى مستور سير بقى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله رجال بيات وسمعوا يا سادات ومتع الحياة را الدنيا فانية نوصيك تمتع على كتير راجل تسمع ولا تقاش عالجماعة في طامع الدنيا تمتع في الجمال ولا كان عندك المال ولا تقاش كي الخيال وفروز في ربي ولا بغيتي عدمك يجبر وصير مع شط البحر هاتم ما تبقى تنضر في الحكمة الربانية وتفجج بالآداب واتصل بي الحباب على الأكل والشراب والقصرة هي وبدأ الجولة من القادير تما تلقى ناس الخير وتعجبك المناظير والمباني عصرية ورا قادير عز المنظر وجافي جنبه البحر وفتافرة وتقصر وريح البادان شوية ومتم مادير دويرا وهود مادين سويرا ورحمل شيط قصيرا في أسلي مع العشية ودخلتي الناس يتعدب وهود مع راس الدرب ورزو سيدي بودهب وتغدى في الوالدية زيد عشق البحر وظلموا لعبد الله باني مغار ورجديد عز المنظر وروح لها في العشية جديدة عمل موخيام نبرك فيها سبع أيام يجول عندك التخمام ونضيح البدن شوية.